تحب تكون عازم ولا معزوم؟ يمكن أغرب وأحلى فكرة مطعم في حياتك. هني في وسط البلد في عمان الأردن. ربنا كريم ما في أكرم منه. أول ما توصل يسألونك تبي تكون عازم أو معزوم. لما تقول عازم تدفع مبلغ بسيط تعزم فيه شخص ما تعرفه. شخص عازم يجي يشتري تكت مثل هذا تقريبا قيمته دينار، هو عبارة عن سندويشتين أو ثلاث مع كاسة شاي مع كاسة مي. لما تقول معزوم تقولك حياك. من هو الشخص المعزوم؟ هو شخص محتاج في الدنيا لكن عنده عزة نفس، ما بسمح لنفسه إنه يمد إيده للناس. الله يعطيك العافية، الله يبارك فيك. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، سبحانك يا الله. والله طيبين، والله نشامة، والله نشامة، والله نشامة. هي الفكرة الحلوة إن المحتاجين يجون ويأكلون بلاش لأنهم معزومين. مطعم للشعب الأردني، يملك الشعب الأردني وعشان كل الناس. إحنا متطوعين تقريبا، عددنا حاليا 70 متطوع. هي من الدنمارك أمس وتقول سمعت عن المطعم على طول يت أبي أعزم. جرب تعزم أحد على وجهه. آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي. نحن فقراء يا رب وأنت الغني يا الله.